السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه Teach for Palestine، نقدر من خلاله نساعد في تطوير التعليم، نساعد في تخفيف المصائب على أهلنا في غزة بأشياء بسيطة خالص. يعني على سبيل المثال، مثلا في مشاريع موجودة، في حاجات خاصة مثلا بالكتب، في حاجات خاصة بأن أنت تتواصل مع أخوانك في فلسطين، بأن أنت توصل الإسعافات الأولية، ان انت في حاجات خاصه بالتوظيف، ان انت محتاج حد في الشركه بتاعتك يعمل لك خدمه معينه، فتستعين باخ من غزه او من فلسطين عموما يبدا ان هو يعمل لك الشغلانه ديت. فياريت كلنا نشارك في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث ان احنا نكون متابعين اي حاجه جديده بتنزل على الموقع. الموقع اللي مؤسس بتاعه باول بيجر، باول بيجر ده كان فاوندر مؤسس شركه كبيره CEO، لكن لما اعلن موقفه عن دعم القضيه الفلسطينيه وان هو ضد اللي بيعمله المحتل، المجلس الاداره قال له لا، لازم تسيب الشركه، فراح هو ساب الشركه واصر على موقفه واسس Teach for Palestine. من الحاجات القويه جدا في الموقع، لو انت عايز تطوع، دي المشاريع هنا ممكن تقول له Get Involved، انا عايز اطوع، فبيقول لك بقى شوف انت عايز تطوع ازاي. مثلا انا عايز اتطوع معاهم، فهبدا بكتب الاسم بتاعي، الايميل، اللينكد ان، الديسكورد، لو ما عندكش ديسكورد مفيش مشكله، ده اوبشنال. تقدر تتعاون بكام ساعه، ايه المهارات بتاعتك بحيث ان هو يوظفك في حاجه معينه، ايه لغات البرمجه اللي انت بتعرفها، ايه السكيلز بتاعتك، ممكن مثلا في الماركتنج ايه اللغات اللي انت بتعرفها، لو فرنساوي، انجليزي، عربي، عبري، زي ما انت عايز، عدد سنوات الخبرة بتاعتك، اخبرنا عن نفسك، اكتب بقى اللي انت عايزه، عايز تضيف حاجة، وبعد كده فينش، فخلاص بيوصل لهم الملف بتاعك بحيث ان هم يقدروا يتعاونوا معاك. بروجكت ليدر فورم، تقدر برضو تدخل البيانات بتاعتك بحيث تبقى مسجل عندهم لما يحتاجوا حاجة يتعاونوا معاك. Teach for Palestine، برضو تقدر تدخل الداتا بتاعتك، وهسيب لكم الموقع بحيث ان احنا كلنا نبدأ ان احنا نتعاون. وهم عاملين شغل ما شاء الله كويس، وبيوفروا المواد التعليمية بشكل قوي، حاطين الحاجات بتاعتهم على الديسكورد وحاطين على الجيت هاب، ده موقع اوبن سورس تقدر تلاقي عليه كل الداتا اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن نتعاون كلنا في مشروع معين لتخفيف الوطأة او المشاكل على اخواننا في فلسطين. دول طبعا المؤسسين، حاول نعمل لهم فولو برضو عشان ايه اي حاجات جديدة نبقى متابعينها ان شاء الله.